أنا سارة. السلام عليكم. فيديو اليوم بيكون رسم رقمي برنامج الإلستريتر. إذا ما تشوفون هذا البوستر، أنا رسمت هذا البوستر برنامج الإلستريتر، رسمته كامل بدون استخدام أي قوالب أو أي أشياء جاهزة. قبل ما نبدأ بقول لكم أنه إذا تبغون تسوون هذا الدرس، تبغون تطبقونه، حطوا الفيديو بالبطيء عشان تقدرون تطبقونها خطوة خطوة، لأن الفيديو مسرع وهذا مو بالوقت الحقيقي اللي أخذته في تجهيز البوستر، يأخذ أكثر من كذا بكثير، لكن أنا عشان أختصر عليكم على وقتكم سرعت الفيديو. ويلا نبدأ. أول شيء، أول ما بديت بحثت عن صورة كوب تصير واضحة مرة، نسختها، حطيت كوبي ولصقتها هنا، قصيت الصورة عشان أنا بس أبغى كوب واحد عشان أسوي مثله. أول شيء قفلت الصورة، بعدين باستخدام البن تول رسمت نفس الكوب الموجود في الصورة. طبعا حاولوا أن ترسمونها نقط نقط، لا تحطون فيها تموجات عشان ما تحوس عليكم. الخط اللي في الوسط ما له أي أهمية، أنا حطيته وبعدين حذفته. بعدين نروح على إفكت، نحط ريفولف اللي يصير عندنا 3D، نحط رايت إيدج ونغير في هذه المعطيات لما يطلع الشكل اللي نبغاه. عند البلند ستيبس، إذا حطينا كل ما زدنا عدد البلند ستيبس بيصير الشكل ناعم وأحلى. حطيت ديفيوز شيب لأنه ما أبغى يصير عليه لمعة بلاستيك، غيرت البلاستيك لديفيوز. هنا بعد بديت أغير الشكل شوي عشان تصير النقطتين مع بعض على خط واحد، نحط كليك يمين أفريج، بعدين نحط يا فيرتيكال ولا هوريزنتال، وغيرت الشكل. بعض النقاط حطيتها دائرية، بعض الزوايا أقصد حطيتها دائرية، بعض النقاط عدلت مكانها وزي كذا، لما طلع الشكل أجمل. نسخت الشكل ولصقته، صار عندي من نفس الشكل اثنين. قسمت الشكل وحذفت النقاط الزايدة، يعني واحد خليته بس الكوب والثاني خليته بس الغطاء عشان أقدر أغير الألوان وألعب فيها. حطيت الكوب تحت والغطاء فوق، غيرت لون الغطاء. هذا الموقع اسمه Color Hunt، علمتني عنه العنود، يعطيك ألوان، باليت ألوان، وتقدر تختار منها اللي يناسبك لشغلك. أنسخ اللون وأروح هنا على هذا المكان وألصق اللون، يطلع عندي اللون اللي أنا شفته في الموقع. رسمت رسمة بسيطة عشان أبغاها تصير زي ال، ما أعرف شو اسمه بالعربي، بس أقصد السليف حق الكوب اللي حنا نسميه كوب هولدر. طبعا كل الرسمة كانت باستخدام البن تول، الرسمة سهلة مرة وكذا، يعني ألفت فيها الصراحة، ما أدري إذا هي منطقية أو لا. بمناسبة أن الشتاء باقي شوي ويطلع، حبيت أسوي كوب شتوي، وأنا استخدمت البن تول والأنكر بوينت تول عشان أقدر أرتب الأشكال اللي سويتها هذه المثلثات. نحط average ونحط both، يعني horizontal و vertical، أبغى النقاط تصير متصلة بكل مكان عشان يصير شكل معي أرتب.
رسمت هذه النقطة بالفرشة، وبعدين أروح على برش وأحط علامة هذه العلامة اللي بضغط عليها الحين عشان أضيف فرشة جديدة. هذه العلامة أحط سكاتر برش عشان معناتها يعني عشوائية، وأحط كلها عشوائي وأبدأ أجرب لما يضبط الشكل اللي أبغاه. أنا أبغى يكون عندي زي الثلج. أحط على نفس الشكل اللي أنا أبغاه وأبدأ أغير في هذه الأرقام لما يطلع عندي شكل أبغاه. أروح نسخت نفس الشكل مرتين، ومن Object أسوي له Expand، يعني يصير عندي شكل بدل ما كان هو فرشة، عشان أقدر أعدل عليه، أقدر أحذف منه وأضيف. بعدين غيرت الشكل إلى هذا الشكل شبه مضلع، عشان لما أنا بحطه على الكوب بيتغير شكله وبيصير الجبل مقوس. من عند نافذة السيمبل نحط نيو سيمبل، ونحط هذه، نضيف هذه الصورة كسيمبل. نرجع على نفس الريفولف ونحط ماب آرت عشان نقدر نحط هذه الرسمة على هنا. هنا أضفت خطوط، وخليت الخطوط شوي ثقيلة ولونها أسود. رحت لإفكت بلور يعني تمويه، وحطيتها مموهة عشان يطلع كأنه ظل. وقللت الشفافية حقتها عشان ما تبين قوية مرة اللون. أضفت هنا هذا الشكل عشان أبغى يصير للغطاء ظل، وسويت نفس اللي سويته مع الخط، سويت له تمويه وبعدين قللت شفافيته. حطيت مربع اللي أبغاها تكون الخلفية، حطيت لها لونين من نفس الألوان اللي أنا حطتها على جنب. حطيت الخلفية وراء آخر شيء، وبعدين أضفت ظل للكوب. الظل نفس الشيء حطيته gradient، يعني في لونين، خليت اللون اللي على برا نفس لون الخلفية، واللون اللي داخل حطيته أسود، وغيرت في شكله لما ضبط الشكل اللي أنا أبغاه. عادي أنتم بتجربون لما يطلع معكم الشكل اللي تبغونه. حطيت له تمويه عشان ما أبغى أطرافه تكون واضحة. جبت هذه الصورة وسويت لها image trace، وبالعصا السحرية هذه الماجيك واند شلت كل الزايد من الصورة. طبعا أنتم بتشوفون الصورة هنا مختلفة، أنا جربت بالشجر وغيرت رأيي بعد ما حطيت، حسيت إنها ما لها دخل في الشتاء فحطيت بدالها الثلج. بس نفس الطريقة، نفس طريقة التنفيذ، شلت كل الزوائد من الصورة، بعدين خليتها كلها لون واحد من هنا هذا الشكل، يصير كل الصورة بدون حدود، بدون كلها تندمج مع بعض. غيرت لونها عشان تصير مثل الظل، سويت لها تمويه وقللت شفافيتها، حطيتها وراء. غيرت في شكلها لما طلع معي هذا الشكل، حبيت يصير في شكل زي كأنه طاولة أو زي شيء، يعني ما أدري يفرق لي شوي. هنا حطيت مربع، وبعدين حددت كل العناصر وسويت لها ماسك، ميك ماسك. ليش نسوي ماسك؟ عشان الزوائد اللي برا الصورة تنحذف. بعدين كتبت نص وسويت له اكسباند عشان يصير شكل ما يصير كتابة ويتغير مع الحفظ. هنا سويت من افكت دروب شادو، وبعدين حطيت غيرت الأرقام لأن أبغى يصير عندي زي الظل. وبس هذه النتيجة النهائية. إن شاء الله يعجبكم فيديو اليوم،
وتتحمسون تسوونه. وإذا سويتوا ارسلوا لي، وإذا عندكم أي أسئلة بعد اكتبوا في الكومنتس وبرد عليها إن شاء الله. ومع السلامة.